الراديو 90-90 هواها مصري. خلينا نروح للاتحاد المصري لكرة القدم. معايا على التليفون مهندس أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد. باشمهندس أحمد أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم، وبصبح على كل مستمعيك وكل سنة وحضرتك وكل جماهير الكرة المصرية طيبين بمناسبة بدء الموسم الكروي والدوري العام. النهاردة الحمد لله لأول مرة من أكثر من 20 أو 25 سنة يبدأ الدوري مبكر في ظروف طبيعية، والحقيقة يعني إن شاء الله بإذن الله تكون بداية موفقة للمسابقة إن شاء الله. ولولا انه بس الاتحاد الافريقي لكرة القدم غير في الامور امور كان زماننا دلوقتي كمان عارفين ان احنا نخلص في شهر 5 وكانت الدنيا هتفرق معانا بشكل كبير جدا الموسم ده، لكنه يعني قدر الله وما شاء فعل. خليني اسال ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله يعني كلنا ثقه في الحاج عبد الحسين واداره المسابقات، ان شاء الله باذن الله يعني هنقدر ننهي موسم طبيعي ونشتغل خلاص كل خلاص نرجع بقى الظروف الطبيعيه، كل المواسم تكون بشكل طبيعي في بدايتها ونهايتها ومسابقاتنا تكتمل بشكل كامل، دوري كاس قسم ثاني ثالث رابع مسابقات الناشئين. ان شاء الله باذن الله يكون موسم خير ان شاء الله باذن الله. طيب بسال حضرتك بقى على المدير الفني لمنتخبنا الوطني، هل هو فعلا اجيري خلاص انتهت القصه ولا في اسماء تانية وامتى هيتم الاعلان بشكل رسمي؟ لا هو ما انتهتش القصه، هو الاجتهادات اللي بتتردد ان عارف ان في المفروض ان في اللجنه اللي مشكله من قبل مجلس اداره فيها الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن حازم امام والكابتن عصام عبد الفتاح والدكتور محمود سعد. اللجنه المفروض انها هتعمل اتصالات بالاربع مدربين، فيهم اللي هيجي فيهم اللي هيقابلوه بره فيهم اللي هيتم الاتصال بيه، ولو في اسماء ثانيه اضيفت للاسماء دي كل ده النهارده فيه برضو قاعده لمجلس اداره عشان نشوف الـ يعني وصلوا ليه حد دلوقتي. وعندنا يعني بكره برضو تواجد في الاتحاد لنفس الامور. يعني اظن ان شاء الله باذن الله خلال فتره مش طويله. احنا عارفين كويس قوي ان 8 9 هي المباراه الاولى صحيح للمنتخب مع النيجر ان شاء الله في استاد برج العرب في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه. فان شاء الله باذن الله يعني على نهايات الاسبوع المقبل تكون القصه اتبلورت بشكل كامل. وارد جدا ان هم يجوا يقولوا والله الراجل ده ظروفه 1 2 3 عنده لما تحسب تكلفته مثلا هو والمساعدين يبقوا ب10 قروش فلان وفلان وفلان يبقوا ب5 قروش. وانا مش عايز مساله الجماهير المصريه، احنا بقالنا فتره بدانا ندرب العمله الصعبه تطلع كام بالجنيه. انا بطمن الجماهير المصريه الاتحاد المصري بيدفع من مداخيله، الاتحاد المصري ما حدش بيدفع له مليم، الاتحاد المصري ما بياخدش مليم من الدوله من الوزاره ولا من اي جهه. الاتحاد ما بيشتريش عمله صعبه من السوق، الحمد لله بيقدر يوفر العمله الصعبه من انشطته المتعلقه بالاتحاد الدولي والافريقي والعربي وخلافه. وبرضه الناس ما تفهمش، طب ما طالما جاي لنا عمله صعبه ما نوفرها لنا، بالعكس انت كل ما بتصرف وبتقدم وبتعمل نشاط كل ما بيجي لك دخل اكتر. فمساله الامور الماديه مش عايزين برضه الناس تقلق منها ولا تقول ده الدولار بكذا ولا ال 100,000 دولار بكذا ولا ال 200,000 بكذا ويقعد يضرب المصري وده كتير وده قليل وده يهدر. لا ده مش إدارة مال عام، دي اموال اتحاد الكوره بيجيبها من انشطته ما بناخدش مليم من الدوله. فان شاء الله باذن الله طبعا في الاعتبار الامور الاقتصاديه الاتحاد له برضه قدرات، يعني ما اقدرش اجي النهارده اجيب مدرب بمبالغ انا مش هقدر اغطيها في الاربع سنين، او الاتحاد لن يلجا في يوم من الايام انه يشتري عمله صعبه من جوه مصر لو ما كانش كل الفلوس من دخله، وده مش هيبقى مش هنقدر ناخد المدرب اللي هو هيضيف علينا اعباء زياده. فده دي ده عامل.
العامل الثاني ان حضرتك في امور تانية اللجنه تحطها قدام المجلس. لو انت النهارده عندك مدير فني والله عنده ده عنده 1-2-3 وده عنده 1-2-3، لكن هو اللي حصل او اللي تردد اكتر الفتره اللي فاتت ان المفروض ان اللجنه لما جت في السيفيهات وحصل كونتاكت، على فكره كونتاكت 16-17 واحد مش بس بالاربعه دول، واتقفلت الاسماء على الاربعه وتقال ان فلان جاي، في 2 جايين وفي واحد حد سافر له قبله وفي واحد هيتعمل بيه كونتاكت، فده امور طبيعيه جدا. لكن حتى الان لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشان المدير الفني. طيب هل وارد تحت اي ظرف، تحت اي بند، تحت اي مسمى الاتحاد المصري لكرة القدم يلجا للمدير الفني الوطني ولا لا؟ والله بص انا هقول لك على حاجه، الفكره ان كل طبعا مساله ان عندنا مديرين فنيين مديرين كلهم على مستوى عالي جدا، ما حدش يقدر ينكر الكلام ده، كلهم يقدروا يقودوا المساله. لكن من وجهه نظر الاتحاد المصري في الوقت الحالي ان الظروف والمناخ العام والراي العام ممكن ما يبقاش مهيئ قوي لتقبل المدير الفني المصري لما يجي يشتغل. ده وجهة نظر او دي رؤية الاتحاد اللي موجود. الحاجة الثانية ان الفترة اللي جاية انت بتشتغل على 4 سنين، ان شاء الله بإذن الله بنشتغل لحد مونديال 2022، عندنا في النص بطولتين افريقيتين. يعني هل لو قدرت النهارده تجيب مدير فني على مستوى عالي عنده خبرات في انديه كبيره، ما يعرفش اللاعبين، ما يعرفش الا الملعب، ممكن يكون في الوقت ده افيد. في رؤيه موجوده في الاخر ان شاء الله باذن الله كل الامور هتتحط على ترابيزه مجلس اداره الاتحاد. اظن ان شاء الله باذن الله في منتصف الاسبوع المقبل او في نهايته ان شاء الله باذن الله تكون المساله اتطورت ويكون القرار بتاع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سؤال الاخير برضو في الجزئيه ديت، هل تعاقدنا مع اي مدير فني مشروط بالذهاب الى كاس العالم زي ما كان التعاقد الاخير مع كوبر ولا لا؟ هقول لك على حاجه، هو طبيعي ان اغلب دول العالم بيعمل عقود 4 سنين من كاس عالم لكاس عالم. يعني انتهت كاس العالم السنه دي مثلا سواء ال 32 فريق المشاركين او الفرق اللي ما قدرتش توصل، فطبيعي جدا ان الناس بتقعد تشوف ايه اللي تم وتفكر في ال4 سنين اللي بعد كده. هيتخلل المساله دي عندنا بطوله افريقيه في الصيف المقبل ان شاء الله 2019 لحتى الان في الكاميرون. لو احنا جينا النهارده قلنا احنا جايبين مدير فني، لو انت ما خدتش البطوله الافريقيه اللي جايه يبقى ده هننتهي. لازم ابقى عارف انا عندي فريق شكله ايه، عارف ان في جزء كبير من الفريق بيتبني، في مراحل عمريه بتتغير، فيبقى النهارده لازم ابقى عارف انا عايز ايه من البطوله اللي جايه. هل انا ببني بس فرقه وبتكتسب خبرات؟ بطوله 2023 2021 اللي هي قبل كاس العالم انا عايز فيها ايه او طالب من الراجل ايه، ثم تنتهي بنهايه ان شاء الله باذن الله تصفيات كاس العالم 2022 اللي باذن الله تكون مكلله بالنجاح والوصول. لو وصلنا خلاص يبقى الراجل نهايته مع نهايه كاس العالم، ثم مرحله بعدها لمدير فني جديد من الناحيه العمريه، من ناحيه مدرسه جديده، من ناحيه احتياجات المنتخب في هذا التوقيت ان شاء الله باذن الله، ويوفق ربنا اللي موجودين وقتها ويقدروا ياخذوا القرار السليم. فالطبيعي جدا لاي فريق في العالم الا لما تحصل يعني ضربات كبيره، الطبيعي جدا ان يبقى اختيار المديرين الفنيين او التعاقدات من كاس عالم لكاس عالم. اخر سؤال متعلق بالحضور الجماهيري في الدوري، هل نسبه 10% من سعه اي استاد من الاستادات دي نسبه فعلا حقيقيه، وهل هي عن طريق التذاكر ولا زي ما سمعنا طلبه المدارس والجامعات؟ والله بص انا هقول لك على حاجه، هو عشان المساله يعني فيها كلام كتير جدا. هو اللي حصل ان امبارح حصل لقاء فجائي كده بين يعني طلب سريع من الدكتور اشرف صبحي مع اللي هو ثروت سويلة مستشار الاتحاد، وقال له ان والله احنا ممكن يبقى في طلبه من الجامعات يحضروا. حصلت طبعا الكلام ده، احنا في الاخر الاتحاد الكوره لنا موافقات امنيه، لو الامن موافق على حضور الجماهير فاكيد الاتحاد مرحب جدا بحضور جماهير. لكن مساله قصر المساله على طلبه الجامعات
جماعه طب احنا دلوقتي في وقت اجازات، طب هجيبهم منين؟ طب لو بلعب الاتحاد والمصري، طب هجيب جامعه قناه السويس ولا جامعه اسكندريه تحضر؟ طب مين هيجيب جمهور اكتر؟ ثم ان النادي المسؤول عن جماهيره، هل امنع جماهيره المعتاده وادخل له ناس ما يعرفهاش ولا لا؟ فالمساله محتاجه بس شويه يعني تظبيط. وبعدين انت بتقول للنادي النهارده انت هتجيب اتوبيسات عشان تجيب جمهور، ولا انت هتجيب لي اتوبيسات وناس انا ما اعرفهاش؟ هل لو انت الان من مجموعات وجروبات الالترا ثم اغلبهم اصلا من السن ده، يعني هم بالعكس، انت كانك منعت الجمهور العادي وجبت اغلب الشباب اللي انت بتقول ان انت عندك او كان الفترات اللي فاتت عندك معهم ازمات. فالمساله ثم ان ما عندكش قاعده بيانات للي داخل، وهل هتدخل بتمييز؟ يعني هي المساله كانت فكره سريعه ممكن تعدي في الاعداد قوي، مش مبلوره، لكن هي الفكره لسه مش مكتمله. حتى لو النهارده هيضطر مثلا اتصل مثلا حصل اتصالات بمديرين الشباب في المديريات، مديري الشباب متعودين يجيبوا الشباب من مراكز الشباب اللي معتاد مثلا على حضور الندوات والمؤتمرات، ده مش جمهور الكوره الطبيعي. لكن احنا اكيد اتحاد الكوره لو الكلام ده ان شاء الله باذن الله هيتنقل النهارده للجهات الامنيه، في الاخر هي لها الرؤيه لو هي شايفه السماح باعداد محدده 5% 10% 20% ايا كان، يتحط لها ضوابط. طب لان في النهايه حصلت مشكله في استاد اسكندريه، هو نادي اتحاد اسكندري هيبقى مسؤول، واتحاد الكوره هيلام على المساله، والامن هيحاسب. فالمساله محتاجه انها تتضبط. انا متاكد تماما ان الامن المصري يقدر يتحمل وجود الجماهير وباعداد كبيره كمان، لكن المساله كلها بس عشان ما تبقاش قاصره على فئه معينه. وبعدين طب لو انا خلصت جامعه السنه اللي فاتت ما ادخلش الماتش؟ طب انا في ثانويه عامه ما اقدرش ادخل؟ طب لو واحد كبير شويه في جامعه وماليه؟ طب لو انا رحت بقى، يعني المساله محتاجه بس ايه انها تتبلور وتتنقل على ورق للامن. انت عارف حاجه، انا بتخيل عطفا يعني على كلامك، انا بتخيل انه الوزاره هتجيب نفس الشباب اللي هم بيحضروا الندوات اللي بتبقى موجوده في وزاره الشباب والعيد القومي للمحافظه هو يعني هو في الاخر مدير الشباب والرياضه او مدير المديريه او الناجح هيعمل هيجيب ايه؟ هيجيب الشباب اللي هو عارفه المعتاد عليه. احنا ما عندناش اي مشكله طبعا، احنا نتمنى حضور الجماهير وبنسعى لحضور الجماهير. فان شاء الله باذن الله المساله يبقى في تنسيق مع الانديه كلها، والامن هو الفيصل في المساله. اذا الجهات الامنيه وافقت على حضور جماهير ايا كان، سواء باعداد محدده او بفئات محدده، وانا ما اظنش ابدا الامن هيوافق على ان ما فيش الا طلبه الجامعات. طب لو واحد مثلا معاه دبلوم ممنوع يدخل ماتشات، طب ذنبه ايه يعني لا، وحضرتك قلت نقطة مهمة قوي أصلا، يعني أغلب الشباب اللي محتاجين شوية يعني نوع من أنواع كده يعني التظبيط شوية وإنك تتكلم معاهم، هم أصلا الشباب في السن ده في السن ده لو هم منتمين لأي جروب من جروبات التشجيع اللي كانت موجودة هو ده السن بتاعه، هو ده السن بتاعه أصلا. فأنا كأني منعت الجمهور العادي وقننت دخوله عن طريق الجامعة بالظبط. دي نقطه مهمه، هي المساله يعني انا متجه للاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله المعون الثاني موجود النهارده والمجلس، ودي نقطه الاولى على الاولويات، ويكون في تنسيق مع الجهات المختلفه والجهات الامنيه علشان ما يحصلش. بس طبعا الحاج عبد الحسين احنا هنفضل مستمر من امبارح بالليل من ساعه ما اتقالت القصه دي، ان هو نفسه كمان فوجئ بيها، لكن ان شاء الله باذن الله تتبلور الحكايه بحيث ان يبقى في الاخر الدخول له قواعد رياضيه اكثر منها استعراضيه. صحيح، ده كلام مهم جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا باشمهندس، وصباحك زي الفل. بشكرك شكرا جزيلا. مهندس احمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكره القدم وعضو مجلس الاداره ايضا، تصريحات في منتهى الاهميه.